تاخدش منك من بعد بتاعه وتخليك قريب. لا انا عايزه اعرف نصيحه ياسين ليك، نصيحه حضرتك ياسين في الجزئيه دي، خصوصا انا شفت يعني تذمره من ردود الافعال بعض الناس على السوشيال ميديا بعد ما توقف في مسلسل الملك، وبعض الناس اتهمته بالواسطه وهكذا. هل انت يعني ممكن تنصحه انه لا يبعد احسن او لا؟ لا 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 ما اقدرش ابعد او اقرب، بس خدي بالك انت بتتكلمي في يعني شاب عنده 19 سنه، يعني لسه برضه لسه اكتر عضو اكتر يعني. وهو كان مبسوط جدا باللي بيعمله، وكان الاستاذ حسين المنباوي عامل له دعم جامد، وعمرو يوسف عامل له دعم جامد، وصبا مبارك عامل له دعم جامد، فكان فرحان باللي بيعمله، فهو غلط وده حق. كونه ينفعل على السوشيال ميديا ويقول لا واللي حصل ده حرام والى اخره، انت في النهايه بتكلمي طفل كبير، يعني خلينا نتكلم بصراحه، هو طفل كبير يعني، ف يعني حقه، بس يمكن عبر عنه بانفعال. فانا خدته وقعدت معاه وقلت له يعني ردود افعالك لو انت عايز تبقى حاجه لازم تبقى ردود افعالك محسوبه، ولازم يبقى عندك طول بال، ولازم يبقى عندك صبر، وما تقوحش القدر. انا وانا كده في حياتي انا ما بقوحش القدر، لو حاجه هموت عليها بس مش قادر اوصل لها بنسحب انسحاب استراتيجي على طول، لان هو ربنا مش هيديها لي، هو ربنا مش عايزني اعمل ايه. انا حاولت مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وما جاتش، خلاص يبقى ايه، ارجع مكانك، نقطه رجوع، نقطه من اول السطر. فانا بنصحه بالحكايه دي، وربنا يحبب فيه خلقه ويطلع بني ادم محترم. له حضرتك اخترت طريق الاكشن، وده الطريق الاصعب بس ممكن يكون الاقصر. ناس بتبقى شايفه انه انا عارفه ان انت قدرت كل الوان السينما، بس انت تميزت وبرعت في الاكشن اللي هو بيعتمد على القدره الجسديه. هل احمد السقا عامل بلان للمراحل الجايه من حياته؟ هل هو بيفكر دلوقتي هيقدر يقدم الاكشن لغايه امتى؟ خصوصا ان هو بيعتمد على نفسه زي ما شفنا في كل الاعمال الخطره. فبتشوف مستقبلك اللي ممكن بعد 10 20 سنه ازاي؟ خصوصا انا عارفه ان انت من الناس اللي بتخطط. شكرا. اشكرك يا فندم. اولا انا طول ما انا عايش وطول ما في نفس داخل ونفس خارج، طول ما اقدر اعمل حاجه هعملها. هبطل ايه؟ هعمل ايه؟ دي حاجه بايد ربنا مش بايدي، يعني بايد ربنا سبحانه وتعالى. لكن انا في عز ما انا بعمل اكشن رحت عملت على العشرين سنه، في عز ما انا بعمل اكشن رحت عملت على 30 سنه، في عز ما انا بعمل اكشن رحت عملت حرب ايطاليا. يعني اقصد انا كنت اون اند اوف داخل خارج في المنطقه دي، لان انا مش القصه مش ان انا مش بتاع جروبات، والاكشن اللي بعمله بكرر تاني مش احمد السقا اللي بيعمله، الشخصيه اللي بتعمله. يعني حضرتك لو عندك وقت هاتي المشاهد الاكشن واختاري فيلمين وقارني بين هنا وهنا، هتلاقي في هنا اكشن وفي هنا اكشن، بس ده معمول ازاي وده معمول ازاي؟ تيمور غير ابراهيم غير منصور غير بدر في افريكان، كل واحد ليه ستايل في الاكشن. حته ان انا هبطل الاكشن امتى او مش هبطل، يعني في نجوم لغايه دلوقتي ما شاء الله في هوليوود بيلعبوا اكشن، لكن انا لو جالي فيلم يعني من 30 سنه انا مش ما عملتش اكشن لو ما طلعتش سلم فيه، فاهم قصدي؟ فانا بس بتمنى ان ربنا يا رب يديني القوه والقدره اني اعمل حاجه تمتعكم وتمتع الناس. ده في العموم ده الكونكلوجن. لكن حته ان انا هبطل او مش هبطل او انا مش لعيب كوره ليا عمر افتراضي واعتزل، انا ممثل، الدور الحلو اللي هيجيني هعمله، واللي هقدر اعمله هفضل اعمله، اللي مش هقدر مش عارف اقول ان شاء الله. احنا بعض واصحاب داخلين بيوت بعض وما كناش في ملعب. وانا اعرف اهلي ده وواد ده وهو يعرف راضي اهلي وامي وروحي، يمكن الجزئيه دي ساهمت في ان احنا نبقى داخلين في قلوب بعض، والحمد لله احنا قلوبنا بيضاء زي ما قلت لك، الكاميرا بتصور قلوب مش وشوش، فالكواليسنا بتبقى جميله، وبتلاقي ان الصور الشغل اسرع، بيننا بنساعد بعض، بندعم بعض، بنقطع بعض، بلحق زميلي لو هيغلط زميلي بيلحقني لو عندي غلطه. ف يعني سؤالك في محله، بس ادعي لي ان ربنا يديمها علينا نعمه ان شاء الله. يعني في النهايه بشكر حضراتكم، سعدت جدا بهذا اللقاء، ووجودكم ده يعني تشريف وليس تكريم، هو تشريف ليا، ومن لا يعجز لساني عن الشكر، اشكركم جميعا، شكرا لكم.